مرحبا بكم. أنا داود بن محمد من مواليد 1970 ببير الجدي، أستاذ أول مميز، أشتغل بالمعهد الثانوي زاوية المقايز، مترشح عن الدائرة الانتخابية زاوية المقايز. عندي برنامج انتخابي طموح، هو في الحق من يلبي حاجة المواطن وسليل طموحات المواطنين. البرنامج هذا يتمثل في نقاط، فيها الجانب اللي يهم الجانب الفلاحي، فيها ما يهم الجانب الثقافي والرياضي والتربوي. اولا نقول العنصر الاول اللي نحب نذكره، العناية بالقطاع الفلاحي ودعم صغار الفلاحين، وكذلك تهيئة الأحياء السكنية وتهذيب المسالك الفلاحية. هذا العنصر نعرفه اللي الفلاحة معناها تمثل نقطة مهمة في جهتنا، خاصة وأن جهتنا تعاون يسعى الفلاحة، وأغلب الفلاحين هجروا فلاحتهم لأسباب عدة. كذلك نرنو إلى تعميم الأنترنت والتيار الكهربائي عالي الضغط على كامل الجهة، والعمل على دفع عجلة التنمية وجلب المستثمرين. إضافة إلى ذلك هناك الجانب التربوي، العناية بالمؤسسات التربوية وتدعيمه بمكتبة عمومية، وإحداث فضاء رياضي يكون متنفسا لشباب الجهة، خاصة صغيراتنا اللي عندهم لا مكتبة لا عندهم ملعب يقضوا معناها فيها الفترات الراحة متاعهم. ما هذا ما يجعلهم يتنقلوا المناطق بعيدة ياسر، يبحثوا على فضاء رياضي. هذا إلى جانب العناية بالجانب البيئي بالجهة لاستقطاب القطاع السياحي. والله على ما أقول شهيد. في الختام نحب نشكر كل الناخبين، ندعو الشباب إلى الإقبال على هذه الانتخابات، هي فرصة، هو عرس لكي نؤسس إلى تونس الغد، إلى التنمية العادلة، إلى النهوض بجهاتنا. إذا كان أنتم مقتنعين ببرنامجي الانتخابي انتخبوني، وأشكركم جزيل الشكر.